حياته حصة ستريت شوت. في هذا البرنامج راح ننزلوا إلى شوارع العاصمة، نتحدى الشارع الجزائري بأسئلة وحتى تحديات مضحكة. قل لي بالفصحى قارة فوق باساج بيطون باش يشري المندارين، جاو لا بوليس داروا له صابو. يسهل هورا على جال المندارين قارة في طريق اللي ممنوعة. يسهل ولو أنا نسهل. بالفصحى قارة فوق باساج بيطون باش يشري مندارين، جاو لا بوليس داروا له صابو. جا با با يقاري في البلاط كلوتي باش يشري مندارين. هذا الانسان راه مزروب حبس باش يشري مندارين، عجباتو مندارين، شافو بوليسيا جاو يديرو له بروسي. قالو باتيغ تاعك يا اخو. قالو واش كان؟ قالك باك قاريت. راه يا انا قالو نشري مندارين. كيفاش تشري مندارين تاعك انا؟ روح قاري بيتي يا اخو، روح تشري مندارين يا اخويا. نديرك بقى. قال له لا ما ديرش بروسي يا اخي، اي ما ندير قدام كنحشي ما نحشي ندور له الحطام نروح مالوليش خويا لازيز. توقف فوق الممر الراجلين للشراء اليوسفي او اليوسفية، فأتى الشرطي وطبق عليه القانون بوضع وش يقولوا ما دوك نسيت منع الصابو ما نعرفوش. سي شو نقول لك انا يعني كلبشات للعجله الله اعلم. سبيطون باش يشري المندارين جاو لا بوليس داروا له صابو. هو جا في باساج كلوتي وجاو لا بوليس باش يشري المندارين. هو باش يشري المندارين صراحه داك. هو جاوه لا بوليس لقاوه فوق بيطون. راه يا راه زعما نقولوا كراج و ستاسيون جاو داروا له صابو. صعيبه شويه هذه يا مو. بابا انسان جاء يشتري مندارين و فوق باساج بيتون. معليش خويا جاو الشرطة باش نحاولوا رخصة سياقة. يعني عاودها لي بالدرجة. هذه عليها تخميمة يا خو، تصبروا علينا شوية. يا راه سي. يا صح كيما يقولوا بالعربية الفصحى، كيما وشون توقف أمام الرصيف هكذايا، أمام فوق الرصيف. معليش. وأتى الشرطي باش يشري المندارين. ولا علاش يشري المندارين؟ باش يشري ماشي البرتقال، على كل حال اليوسفية. وجاء الشرطي نزع عنه الوثائق السيارة. بالعقل توقف أمام ممر الراجلين ليشتري البرتقال. ماشي البرتقال، المندارين. مندارين البرتقال هذيك هي. فأتت الشرطة داروا له صابو. فوضع له حذاء. هذه هي صابو. شنو حذاء؟ شغل صباط. راه يا قالا فوق باساج بيطون توقف عند ممر راجلين لاشتراء فاكهة المندارين. اتت الشرطة للقيام ب صابو. ما على بالي صابو. ايش يقولوا؟ صابو انا فنم وحق الاصاب الحاجه الاولى حاجه دزيام الله ما لا بالي. توقف في ممر الرجل باش يشري المندارين. لكي يشتري المندارين. ماشي المندارين، البرتقال. ماش كيقول لها بالعربيه؟ ماشي برتقال. كيف يقول مدين برتقال بعد فصحى ما على بالي. اليوسفيه. بارك الله صح اخويا، بارك الله فيك. جاو لا بوليس. اتوا الشرطه. اتت الشرطه. أتت الشرطة. جاو لا بوليس. ليقوموا له. داروا له صابو. أتت الشرطة وقاموا بوضع ووضعوا له صابو.
ما بصح فضحة ما على باليش. البوليس داروا له صابو. اوه صاحبي شحال صعيبة هذه. معليش. توقف في مكان ممر راجلين ليشتري المندرين. اضحك. ليشتري ما فاهمش شي مندرين برتقالك حال. واش هاي طول؟ مندرين خو باللغة العربية. علاش؟ هي يا خو. جاو لابوليس داروا له صاب. فجأت الشرطة فعلوا له هذه اللي واعرة فعلوا له حذاء. طاش بيطون باش يشري المندرين جاو لابوليس داروا له صابو. قولها لي باللغة العربية الفصحى. بالعربية الفصحى. أنا نهضر لك بالطليانية. افاتو افاتو ان باساجيرو. Et notre strada est venue de la police, en fait, à lui, on a condamné. Elle est sous. Donne. Allah, Allah, ya. Quel insan a dû te عرفه, madame, حكيت لي يعني. هذا insan عرفه, bien sûr, عرفه, خويا العزيز. Maintenant, on est, on عرف حبيبي, صاحبي. خونا نشري مندرين وكذا. راهي قاري وانتردي. يشوفوا بوليس راهي يجري. يدير له بروسي علاه يدير له بروسي راه شري مندرين ماشي قال يروح ما يوليش خويا واسكو شرى المندرين يا خويا والله قول لك العزيز راه يدار مع بوليس هذاك يتفاهم مع بوليس هذا يا خو منا كيفاش نعشي مندرين تجي دير لي بروسي نعشي كيلو ولا جوج كيلو نديهم للدار تدير لي بروسي يا خو وين هي صرات هذه يا خو ما عادش نحطها السياره انا نروح ما نوليش يا خو قال روح شري مندرين وتربح خويا ما تطولش بك يا ساهل ومن بعد تفاهم هو البوليس هذاك قال روح الله يسال خويا شان بان دارين قلعوا جراي قالوا بونجور لي قالوا بقى لاخي خويا الله يعاونك شرطي بقى لاخي